يبدو المشهد السياسي في السودان وكأنه فقد بوصلته، فأكثر من شهر مر على الاتفاق بين حمدوك والبرهان ولا حل يلوح في الأفق لحكومة تكنوقراطية طال انتظارها، وسط أزمة معيشية تتفاقم يوما بعد آخر، وشارع غاضب يرفض الحلول المؤقتة ويواصل مظاهراته التي تخلف ضحايا وقتلى. مرحب بكل اللي بيحضرونا في حلقتنا الأولى من برنامج بين نيلين اللي هنخصصها اليوم للسؤال حول المشهد السياسي المعلق في السودان، وسؤالنا إلى أين تتجه الأزمة السياسية. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف العضو في مجلس السيادة الانتقالي سيد أبو القاسم محمد بورطم. لكن قبل أن نبدأ حلقتنا لنرى معا ما هو المجلس الانتقالي وما هو دوره. أهلا بك سيد أبو القاسم معنا، وأبدأ معك باعتبارك العضو المدني الجديد في مجلس السيادة. ومن الأزمة السياسية في السودان بدءا من تعطل تشكيل حكومة جديدة إلى استمرار المظاهرات الرافضة لاتفاق البرهان وحمدوك وتلويح حمدوك أيضا بالاستقالة، أين الدور مجلس السيادة الانتقالي من كل ذلك وما هي أولوياتكم الآن؟ طيب، في البداية التحية عبرك والتهنئة لكل المسيحيين بالسنة الميلادية الجديدة وبعيد استقلال السودان. طيب، بالنسبة لدور مجلس السيادة، الآن مجلس السيادة دوره مختلف أو مفترض يكون مختلف من دور مجلس السيادة في الفترة السابقة، اللي هو المفروض يكون دور تنفيذي رقابي. طيب، الأزمة الموجودة هي أزمة متراكمة، وأنا ما بعزي فيها هنا الخلل لطرف دون طرف آخر. فكل الأطراف، سواء كان نخب سياسية، سواء كان أحزاب، سواء كان عسكر، سواء كان كل الأطراف في العملية السياسية الآن هم شركاء في الأزمة الموجودة دي. لكن لو رجعنا إلى منطق بتاع الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية وضحت أنه مجلس السيادة في الفترة السابقة هو مجلس تشريفي فقط، ما عنده اي دور تنفيذي، وبالتالي كل الخلل اللي كان موجود في فتره السابقه بتاع السنتين المره دي، كل الانهيار الاقتصادي كان موجود، المجلس ما عنده علاقه به، ده شغل تنفيذي. تداخل المجلس العسكري او مجلس السياده في الشان التنفيذي هو ده خلل في الوثيقه الدستوريه، لكن للاسف حتى تدخل بتاع المجلس العسكري مجلس السياده في الشان التنفيذي هو كان بطلب من الجهاز التنفيذي. يعني أديك مثال، أول حاجة تم تكوين حاجة اسمها الآلية الاقتصادية، وتم اختيار السيد الفريق حميدتي رئيس لهذه الآلية الاقتصادية اللي هي ينضوي تحتها 7 أو 8 وزراء، من ضمنهم رئيس الوزراء. فالخطأ هنا هو خطأ من الاختيار من أساسه. 2، العلاقات الخارجية فيها خلل كبير جدا موجود، اضطر رئيس مجلس السيادة انه يتحرك ويفتح ابواب جديدة. يعني انا تاني برجع عليك بقول لك انه الخلل التم لانه من البداية تم تحجيم دور مجلس السيادة في المرحلة الآنية دي. التحجيم ده تم تجاوزه، بس انه مجلس السيادة الان هو مجلس عنده دور تنفيذي او مش تنفيذي 100%، لكن بالتشاور مع الجهاز التنفيذي، ودور رقابي من غير تجانس الجسمين ديل، من غير تجانس مجلس السيادة
ومجلس الوزراء ما بتكون في محصلة نهائية. طيب احنا عندنا مشكلة جانب. حالية. الجانب الثاني عندنا مشكلة حالية هي استمرار المظاهرات. يا سيد أبو القاسم عندنا مشكلة حالية هي تعطل تشكيل الحكومة. من هو المسؤول في رأيك عن التعطل ده؟ طيب تعطل تشكيل الحكومة ده الآن هو المشكلة دي احنا ما نجيب فيها، بس ما هي المشكلة دي مترتبة على مشاكل ما قبلها. يعني احنا الآن لنا سنتين تقريبا كل فترة الشارع طالع مظاهرة، يعني حتى أيام الحكومة السابقة اللي هي بتاعت الحرية والتغيير الأمر ما كان بيخلو من 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 الاعتراض ومن المسيرات والمظاهرات. طيب الآن طلعت الحكومة الموجودة لأنه السيد رئيس الوزراء بيحاول إنه يخلق توافق سياسي، وهو حريص إنه تتكون حكومة بتوافق سياسي، مع إنه أنا في تقديري الشخصي إنه الأمر ده ممكن يكون صعب شوية، لأنه الآن في طرف سياسي هو بيعتبر نفسه تم إخصاؤه من العملية السياسية اللي هم أحزاب الحرية والتغيير كانت مسيطرة على الحكومة السابقة. فالوصول إلى توافق سياسي في المرحلة بتاعت التناحر الموجودة دي هي صعبة شوية، لكن السيد رئيس الوزراء عنده أمل إنه ممكن يصل لهذا التوافق، ونتمنى إنه يصل له. النتيجة كانت التعطيل، يعني الآن لما قام التصحيح فيها يوم 25 أكتوبر كان فيه مصورة زمنية إنه والله بعد أسبوع 10 يوم حيتكون كذا، بعد 10-15 يوم حيتكون كذا، في خلال شهر حيتكون كذا. تم التعطيل، وأقول بكل وضوح لأنه السيد رئيس الوزراء هو داير يكون حكومة بتوافق سياسي، ولغاية الآن محاولات زي ما احنا شايفين كل يوم تخطي وتخفق. يعني طيب ليه بتتوقع أنه إذا لم يتم تجاوز المشكلة بتاعت التوافق السياسي دي بتتوقع سيد أبو القاسم ليه حمدوك بيلوح بالاستقالة في الوقت الحالي؟ وإذا هو قدم استقالته هل بتعتقد أنه المشهد السياسي حيتعقد زيادة؟ ابدا. شوفي انا قبل كده قلت وتاني بقول انه نحن ما نختزل الحكايه كلها في حمدوك، في شخص حمدوك، يعني ما نختزل الثوره والمدنيه والحريه والديمقراطيه في شخص بتاع فرد. يعني الليله في حوا السودانيه والده مليون حمدوك، يعني ما حتبقى قضيه انه حمدوك لو قدم استقالته او ما قدم استقالته انه البلد حتنهار. دي حته طبعا حته ما صحيحه. يعني السودان هو دولة عندها مؤسساتها وعندها سيستمة. وجود رئيس الوزراء حمدوك كخبرة وككفاءات ما في خلاف حولها. طيب لكن ما نرهن استقرار السودان وتطوره وتقدمه ومدنيته بشخص مهما كان هذا الشخص، وكان حمدوك أو غير حمدوك. طيب اثنين، حتى موضوع الاستقالة المتداول الآن في في, في 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 الميديا هو حقيقة ما في حاجة رسمية طلعت، يعني ما في حاجة رسمية تقدمت بصورة رسمية، كله عبارة عن 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 كلام في الهواء يعني. لكن ما في استقالة بروبر كده بصورة رسمية تقدمت لمجلس السيادة. طيب سيد أبو القاسم، هناك من يقول أن المكون العسكري في مجلس السيادة هو من بيده القول الفصل. طبعا ده كلام ما صحيح، لأنه حسب تكوين المجلس ال 14 عضو مجلس السيادة هم كلهم قائد عام، وكلهم هم يعني كلهم مساوين في كل الصلاحيات. والمكون العسكري كأفراد الآن هم أعضاء بنفس الصلاحية ونفس السلطة المتوفرة للمكون المدني. ما في في المجلس ما في إنه ده والله عسكري وده مدني، المجلس كله بيتعامل كمنظومة واحدة. يعني هذا القول، ما هو نفس مجلس السيادة ده بتكوينه ده كان قبل شهرين موجود، يعني نفس الخمسة عساكر ديل كان معهم مدنيين قبل شهر ونص أو شهرين من الآن. دعنا سيد أبو القاسم قبل أن نكمل حوارنا معك نستمع معا إلى آراء مختلفة حول دور مجلس السيادة في هذه المرحلة. المجلس السيادي الذي تم تشكيله هو في أعقاب قرارات 25 من أكتوبر بالتأكيد هو بني على الوثيقة الدستورية، وهذه الوثيقة الدستورية في هذه الحالة تم الانقلاب عليها من قبل قائد العام للجيش، وبالتالي هنالك إشكالية فيما يتعلق حتى بشرعية هذا المجلس. مجلس السيادة حسب ما نقرأه في إعلام مجلس السيادة الآن من نشاطه اليومي هو يعمل في كل شيء، من الإبرة للصاروخ، هو يقابل السفراء، هو يتحدث عن مشاكل الزراعة، الموسم الزراعي، يتحدث عن الأوضاع الصحية، يوجه برفع أعباء المعيشة، فلا أحد يعرف ما هي مواصفات وما هي حدود تفويض
مجلس السيادة، ويبدو أن ذلك هو جزء من الخلل العام في الدولة، عدم توصيف هياكل الدولة بالصورة التي تسمح لها بأن تؤدي مهام يمكن محاسبتها عليها إذا قصرت فيها. إذا كان هناك سؤال مباشر يجب أن نوجه لهم، هل هم مطمئنون أنهم فعلا يخدمون الشعب السوداني في هذا الموقف؟ هل هم لديهم رؤية أو خطة لما تبقى من الفترة؟ كيف جاء إلى هذا المجلس؟ هل جاء محمولا من قبل الثوار؟ أم جاء وفقا للوثيقة الدستورية للعام 2019؟ أم ما هي الكيفية التي أتى بها ودخل بها إلى هذا المجلس؟ أعود لك سيد أبو القاسم، من حيث انتهى التقرير، ما ردك على مدى شرعية المجلس السياسي وعلى شرعيتكم أنتم كأعضاء مدنيين؟ وشوفي، قلت للشرعية ما في طرف عنده شرعية، هي الشرعية الوحيدة هي شرعية الانتخابات. يعني الحرية والتغيير كانت حاكمة الفترة فاتت ما عندها شرعية، إن هي تتسيد المظهر المشهد وتحكم البلد، ما عندها أي شرعية وما بتمثل الشعب السوداني بالكامل، فبالتالي هي فاقدة الشرعية. مجلس السيادة السابق كان فيه 5 أعضاء أو 6 أعضاء من الحرية والتغيير، هم كذلك لا يمتلكوا الشرعية. طيب سيد أبو القاسم، القامد بتقصد شنو بالشرعية؟ يعني كيف الانحياز للشعب يوم 11 إبريل؟ بس كلامي عشان أنت، كيف تقدر تحدد إنه الجهة دي عندها شرعية؟ نعم. ولا لا في الفترة دي؟ إحنا عندنا كان نظام مر عليه 30 سنة، تم إزالة هذا النظام. ما عندها شرعية، ما أنت لو جيت للشرعية، أنت لو جيت للشرعية، الشرعية الحقيقية كيف نعرفها؟ كيف نحددها يا سيد أبو القاسم؟ أريج هي شرعية الانتخابات، إلا شرعية الانتخابات. مو الآن شوفي، كل الفترة كل الموجود الآن الفترة الحالية دي هو لظرف مؤقت. الشرعية الحقيقية والشرعية الصحيحة هي الشرعية بتاعت الانتخابات. يعني الليلة الجهة أو الأشخاص اللي بيجوا في مجلس سيادة أو في وزارات أو في برلمان، إذا لم يجوا عن طريق انتخابات تبقى الشرعية بتاعتهم شرعية ما حقيقية 100%، تبقى شرعية مؤقتة. الآن كل الحاصل ده هي اسمها الفترة الانتقالية المؤقتة. طيب بنقدر نعمم هسي نفس بنقدر نعمم بنفس الطريقة الشرعية الحقيقية الكونكريت الشرعية دي على مجلس السيادة اللي أنت حاليا عضو فيه يا سيد أبو القاسم؟ وشوفي، ما أنا قلت لك كلام، قلت لك لا 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 لا، الحصل يوم 11 إبريل كان شنو؟ كان انحياز اللجنة الأمنية للشعب وفقا لقانون القوات المسلحة. يعني اللجنة الأمنية هي بتستند على قانون إنه والله القوات المسلحة من حقها تتدخل وتغير النظام الدستوري في حال خلل أمني. يعني ممكن تقولي ده مستندين لشرعية قانونية، ما عدا ذلك ده كله ما عندهم شرعية قانونية. ما عدا ذلك بقي ده كله ما عندهم شرعية قانونية ولا جايين بانتخابات، بما فيهم أنا ذاتي، بما فيهم أنا وما فيهم المجلس السيادي السابق برضو. شوف نفسه بنطبق الآن على المجلس السيادي الحالي، هو نفسه بينطبق على المجلس السيادي السابق. لكن يبقى السؤال المهم اللي احنا المفروض نسأله، الأسئلة بتاعت الشرعية دي كانت وين لما كان في مجلس السيادي قبل 2 شهر؟ وهذا سؤال مهم. هي ما تبقى قضية بتاعت مزايدات سياسية ما عندها قيمة. احنا بيهمنا الآتي، انه والله يا أخي كل الحصل بعد 11 إبريل هو ما عنده شرعية غير اللجنة الأمنية، الباقي ده كله ما عنده شرعية. الحرية والتغيير ما عندها شرعية. ولا طيب بتمثل الشعب السوداني. سؤال ثاني طرح في التقرير، مجلس السيادة السابق ما عنده شرعية عن قانونية اللي هي المفروض تكون مستندة على الانتخابات. السيادة انه اصبح بيتدخل في كل شيء ويعمل بمثابة حكومة، مع فارق انه لا يمكن محاسبة الوزراء فيها، والمقصود طبعا انتم هنا كأعضاء. طيب هم وين الوزراء الآن؟ الوزراء هم وينهم الآن؟ هو لغاية الآن لم يتم تكوين مجلس وزراء. يعني لغاية الآن لم يتم تكوين حكومة. فهنا لازم يكون في جهة تقوم بالدور ده لحد ما تكون الحكومة. ما الآن حاصل فراغ دستوري في البلد، ما في حكومة، ما في وزراء. مرة أخرى نستمع معا إلى رأي مجموعة من المواطنين في الشارع حول رأيهم في الأحداث الأخيرة في السودان وعودة تسلم المؤسسة العسكرية لزمام الأمور. أكبر غلطة حصلت في تاريخ السودان إنه الجيش شارك في الحكومة، أكبر غلطة الوثيقة الدستورية دي كان بالنسبة لنا طعمة كبرى. يعني العسكر باع وطعنه، والباع وطعنه بيخونك. يعني أنت زول عسكري قمع وضرب رصاص وغدر بأهله، مستحيل يعبر بالوطن، مستحيل. العسكر أنا ما رافضه،
في الدولة. الدولة هي جيش، لكن في السلطة بالتحديد مؤسسات الحكم المدني بالتحديد لازم تكون كلها عبارة عن ناس هم مدنيين. يعني أنا الليلة لو واحد من الوزراء عمل أي حاجة نحن كشارع ممكن نطلع نقول أنت ليه عملت كده. أنا الليلة لو طلعت بعسكري بتكتل باخد طلقة يا في راسي يا في قلبي بكل بساطة. يعني ولا للانقلاب العسكري ولا للشراكة ولا للحوار ولا للتفاوض ولا للمساومة. يعني دولة سودانية عمر 66 سنة، الأسكر حكم 52 سنة. 52 سنة نتيجة شنو يا الشعب السوداني؟ تقسيم جغرافي، تقسيم على أساس ديني، تقسيم على أساس إرغي. كويس، دي مسألة ما ممكن نقدمها الدولة السودانية. ما في زول بيرفض جيشه ولا في زول بيرفض المؤسسة العسكرية، لكن حكم لهم ما في طريقة. مش لأنهم مرفوضين كأفراد، إنما هم غير مؤهلين لأنهم يكونوا أوصياء على الشعب. ماذا تقول سيد أبو القاسم لهذا المواطن الذي يحلم بدولة ديمقراطية؟ في فهم مغلوط كبير جدا أغلب الشباب عن الدولة المدنية. الدولة المدنية يعني شنو؟ الدولة المدنية يعني شنو؟ ده سؤال مهم. الدولة المدنية هي دولة سيادة القانون العلم، يعني ما دولة إنه والله على رأسها عسكري ولا على رأسها مدني. يعني الآن في دول رأس الدولة بتاعها مدني لكن بتمارس أكبر الديكتاتوريات. دول قريبة جنبنا هنا، وفي دول في أمريكا وفي فرنسا زمان لما يعني شارل ديغول ده كان عسكري، جورج واشنطن كان عسكري لكن أرسل ديمقراطية. فيبقى الفهم المهم المفروض أول حاجة الإعلام يوجه إنه يصحح المفاهيم الخاطئة عن معنى المدني. ده رقم واحد. رقم اثنين، الليلة الشعب ده لما طلع ثورة في 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 إبريل لجأ إلى العساكر ذاته، ما لجأ إلى القيادة العامة، ما مشى أي مكان تاني، يعني مشى للعساكر ديل. ولما حصل التغيير ده هم طلبوا، وحتى السياسيين بتاعنا هم اللي كانوا بيطالبوا يا قوات الشعب المسلحة أعملوا انقلاب. يعني يبقى التناقض هنا إنه في تناقض على مفاهيم كبيرة جدا المفروض عالي. الشعب السوداني هو اللي مشى للجيش وقال له أعمل انقلاب. طيب، مع انه انا باكد لك تاني انه نحن ضد انه العساكر يكونوا مستلمين الدوله او الفرد، مرفوضه. كلنا بالنائب المدنيه والديمقراطيه والتعدد، نرفض الحكم الشمولي. طيب تماما. طيب سيد ابو القاسم، هناك ضحايا يوميا، لكن يبقى السؤال المهم، الثورات كررت من 64، بس اكمل لك كلامي. تفضل. 64 دخل الجيش، قام الثوره، جاء بعدها انقلاب. احنا السيناريو ده بنعيش فيه من سنه 64، وللأسف كل الانقلابات كانت وراء أحزاب سياسية. انقلاب 64 وراءه حزب معروف، انقلاب نميري 69 وراءه حزب، انقلاب 89 بتاع الإسلاميين وراءه حزب. طيب، فالأحزاب السياسية والنخب السياسية هم اللي بيمشوا المؤسسة العسكرية، هم اللي بيقولوا أخوانا تعالوا عملوا انقلاب. ده لأنه هم ما عم طيب خلينا نتكلم عن الوضع الحالي الآن بتاعت وصول السلطة. طيب خلينا نتكلم عن الوضع الآن. دي نقطة مهمة جدا. عايز أسألك عن حاجة مهمة يا سيد أبو القاسم، على إنه في وجود ضحايا في المظاهرات وفي تقارير دولية عن تعرض نساء متظاهرات للاغتصاب من قوة أمنية. ما هو موقفكم في مجلس السيادة خصوصا الأعضاء المدنيين وأنت سيد أبو القاسم هنا تمثلهم؟ هذا الدم كلنا حريصين عليه، سواء كنا مدنيين او غير مدنيين او عساكر. يعني ما تبقى القضيه انه والله المدنيين ممكن ينحازوا، لا، ده مواطن سوداني، نحن كلنا حريصين على اي قطره دم سوداني. دي نقطه عشان ما يحصل فيها مزايدات. الجزئيه دي منتهيه تماما، اي شخص استعمل السلاح والعنف هيحاسب، ما في اثنين ثلاثه. القضيه بتاعت الاغتصاب النساء، في سؤال مهم جدا. اللي بيتم اغتصابهم ده المفترض يكون في بلاغات في الشرطة، يكون في بلاغات في المستشفيات، مش كده؟ هو أصلاً كإجراء طبعاً مرفوض تماماً، يعني اغتصاب مرفوض. يعني إحنا ما ندخل دائماً يا أستاذ عريق، ما ندخل القضايا السياسية لكن سيد أبو القاسم هناك أدلة على الاغتصاب. الاغتصاب مرفوض، سواء كان هناك أدلة وهناك إحصاءات، يعني في الشارع. لكن من سيس القضايا؟ من سيس القضايا؟ أين هي هذه الأدلة والإحصاءات؟ الآن لجنة الأطباء المركزية طلعت بيانة يا سيد أبو القاسم. موجودة، خلي يقدموها. اللجنة دي ما عندها وجود اللجنة دي يا أستاذ عريق. اللجنة دي ما عندها وجود في الواقع.
لجنة الأطباء المركزية دي هي لجنة ما عندها وجود في الواقع. لجنة الأطباء دي هي لجنة سياسية، وبالتالي ما عندها يعني أي تقرير تعمله هو تقرير سياسي، وفي ظل خصومة سياسية أي تقرير بتجيبه لجنة الأطباء دي هو بيعتبر بالنسبة لي تقرير ما حقيقي. طيب سيد أبو القاسم، سؤال أخير عايز أسألك عن ما هو الجديد حاليا في ملف السلام مع إسرائيل والمفاوضات وما يعرف طبعا باتفاقية أبراهام، وإن السودان كان من المرشحين إن هو ينضم لهذه الاتفاقية، وإنت طبعا كنت من المؤيدين لعمل اتفاقية سلام مع إسرائيل، هل في جديد؟ أول حاجة نرجع نثبت إنه الوثيقة الدستورية أكدت علاقات خارجية متوازنة مع كل العالم، ما قالت مع عدا إسرائيل، ده رقم واحد. رقم اثنين، الملف بتاع تطبيع مع إسرائيل هو ملف الآن تحت الإجراء، وأنا الآن بصرح في الملف ده لأنه كنت إنسان مستقل بقول الحاجة ده أقولها، لكن أنا الآن جزء من مؤسسة ما بقدر أنا أطلع أي إجراء أي تصريح في الملف ده ما لم تكون المؤسسة أجازته يعني. أكيد. شكرا لك سيد أبو القاسم لتواجدك معنا ولهذه المعلومات. فاصل قصير ونعود بعده. لماذا وصل المسار الديمقراطي في السودان لأفق مسدودة؟ مرحب بكم من جديد، ولكل من انضم لنا الآن في حلقة بين نيلين اللي بنخصصها للأزمة السياسية المستمرة في السودان. لعلكم تتساءلون إذا كان المسار الديمقراطي الذي بدأ قبل 3 أعوام قد وصل لأفق مسدودة، وإذا كان من الممكن أن نستأنف ما بدأه السودان منذ ديسمبر 2018، أو أننا عدنا إلى ما كنا عليه قبل ذلك. هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية سيد مبارك أردول، والسفير الأمريكي السابق في السودان تيموثي كارني. ضيفاي الكريمان، دعونا نستمع إلى قصة شابين سودانيان يطمحان لمستقبل أفضل للسودان ويعرضان مطالبهما. أولا قبل أن نبدأ هذا الحوار، انت بتحلم في حدود الممكن، يعني ما في حلم. احنا ما قلنا عايزين نطلع نشيل السودان نوديه والمريخ مثلا. في ناس عندهم احلام شخصيه، يعني الواحد داير يلقى شغل، في زول ثاني داير يتزوج، في زول ثاني داير دوله مدنيه، داير دوله تحترم الحقوق وتحترم المواطن. الأحلام بسيطة، الأحلام في إنه نعيش عيش كريم، الأحلام في إنه الشاب اللي ما وجد وظيفة يجد وظيفة، الشاب اللي بيركب السنبك وبيغرق في البحر المتوسط ما يلجأ للأساليب دي، بإنه يجد في وطنه حق، يعني يجد الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العلاج. ده كله ده ما حلم، ما أفتكر ده ممكن. نحن مطالبنا إنه نجد دولة المواطنة والعدالة، إنه يسمع صوت الشارع. صوت الشارع ده مهم، ما يخلقوا لنا أجسام وهمية ويجي يقولوا دي صوت الشارع. صوت الشارع أنت ممكن تسمعه بأنه تعمل له منصة كبيرة وتسمع المنصة الكبيرة دي قاعد تقول في اسمه. دي مطالب الشارع، هم عارفينها كويس، عارفين مطالب الشارع شنو بالضبط، اللي هي بتشكل في دولة المواطنة، ودولة المواطنة هي الدولة المدنية. يعني أبدأ معك سيد مبارك من حيث انتهى التقرير. هؤلاء الشباب يطمحون بتحول ديمقراطي في السودان ويرغبون في أن تكون المؤسسة العسكرية لها سلطة محدودة في السودان. ما رأيك في هذا الأمر؟ هذه الأحلام وهذه التطلعات هي تطلعات مشروعة من الشعب السوداني، وهي ما ظللنا أيضا نحن ننادي بها كقوة سياسية، وجعلتنا أنه نطالب في الفترة الماضية بضرورة إصلاح العملية السياسية في البلاد وضرورة استعادتها حتى نوصل بثورتنا إلى الانتخابات، حتى يعني يكون هنالك حكومة مدنية، وحكومة مدنية ليست مدنية واحدة وإنما مدنية منتخبة من الشعب السوداني.
الآن نحن في مرحلة انتقال، ومرحلة الانتقال أحيانا وفي أوقات كثيرة تتطلب بعض الترتيبات، وهي سوف يعني يكون ضمنها ظهور يعني واضح للمؤسسات الأمنية في الحكم ومشاركة في السياسة، ولكن هذا يعني إجراءات مؤقتة ومحدودة ومقبولة لبعض الشيء، ولكن يعني كل هذا يجب أن يوصلنا للانتخابات. فالانتخابات التي نقوم بها هي ما كانت لا تقوم به الحكومة السابقة في الفترة الماضية، والآن نحن يعني في خلال هذه بعد التوقيع على الإعلان السياسي أو الميثاق السياسي سوف يعني يرى الناس الإجراءات العملية والمحكومة حتى يصل الناس إلى انتخابات حقيقية بإجراءات معروفة. فكل طيب. هذا الأمر يعني مطلوب منا. سؤالي لك، اسمح لي بالمقاطعة، سؤالي لك سيد تيموثي، لماذا بنظرك تعثر الاتفاق السياسي اللي كان موجود بين قوى التغيير، قوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية؟ أعتقد أن هناك سببين، وأنا أكرر ما قاله زميلي وتهانية بموسم الأعياد. السببان بسيطان: الجيش رأى تهديدا وشيكا بسيطرة المدنيين، وضمن هذا التهديد كانت هناك إمكانية سيطرتهم على المؤسسات والشركات العسكرية التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد السوداني. ثانيا والأهم، الجيش رأى إمكانية أن العصمة التي يتمتعون بها للجرائم والإساءات والعقوبة لهذه الجرائم كانت أيضا وشيكة، وهذان السببان في رأيي جعل الجيش يقوم بالانقلاب في 25 أكتوبر. هناك تلويح من قبل حمدوك بالاستقالة سيد تيموثي، هل ستعقد استقالته المشهد السياسي في السودان؟ أولا الشارع، وما أسمعه أنا من الخرطوم هو أن هناك إدراك واسع لدى الشارع بأنه يجب أن تكون هناك صفقة بين العسكر والمدنيين لأتطرق لهاتين القضيتين اللتين تحدثت عنهما. والموضوع الأساسي هو موضوع العدالة للجرائم التي ارتكبت، وفكرة الدية والمقاضاة، وأيضا لجنة المصالحة والحقيقة. ولكن ما حدث منذ 25 نوفمبر هو أن السيد حمدوك رئيس الوزراء فقد احترام الشارع، وأعتقد أن هذا التسرب من جانبه والتفكير بأنه يفكر بالاستقالة، ربما هذا تكتيك لجعل الجيش يعتقد بأنه عليه أن يدخل بجدية عملية المفاوضات كي يصل إلى منح المدنيين السلطة. سؤالي لك سيد مبارك، لماذا يلوح حمدوك بالاستقالة إذا كان هناك فعلا اتفاق مع الجيش؟ والله أنا هذا الحديث عن استقالة السيد رئيس الوزراء وسمعتها في الميديا عن مصادر، لم أسمعها بشكل رسمي من جهة رسمية. ولكن في كل الأحوال يعني لكل شخص الحق في أن يعني يواصل في العمل أو أن يستقيل، وكلها ترتيبات داخلية داخل الحكومة، ولربما مرتبطة ببعض إدارة الملفات وكذا. ولكن ريثما يأتينا يعني شيء رسمي بأن السيد رئيس الوزراء كان يريد الاستقالة وكذا، يمكننا أن نعلق بعد أن نقرأ بعض الأسباب. لكن تحليلا ما نقوله الآن هو تحليل مجرد لقراءتنا لبعض الأحداث. لربما الأمر مرتبط بتوافق القوى السياسية، لربما بالعلاقة بينه وبين العسكريين، ولكن كل هذه الأمور ما لم تأتي جهة رسمية وتفصح سيظل مجرد تكهنات ومجرد تحليلات. طيب سيد تيموثي، ماذا برأيك سيكون تصرف واشنطن إذا أصرت المؤسسة العسكرية على مواجهة الشارع بالقوة؟ دعيني أقول أن هناك تطورين من جانب واشنطن. الأول ما تقوله الحكومة الأمريكية، والمعلومات الوحيدة التي رأيتها حول هذا الموضوع
منذ تصريح 22 من نوفمبر من وزارة الخارجية والمتعلق باتفاق 21 نوفمبر كخطوة أولى. دعيني أقتبس من المتحدث بلسان وزارة الخارجية: ندعو القادة السودانيين إلى تنفيذ الإعلان ومهمة الانتقال الأساسية التي تشمل خلق أو تشكيل مجلس تشريعي وهيكلية قضائية وأيضا مؤتمر دستوري، ونحث إطلاق سراح المحتجزين، ونكرر دعوتنا لرفع حالة الطوارئ، بمعنى أن وزارة الخارجية تدعو إلى إحياء وتنشيط الانتقال المدني في السودان. الموضوع الثاني والمهم هو الكونغرس الأمريكي من مجلسيه النواب والشيوخ أصدر الإعلان الخاص بالديمقراطية السودانية، وفيه يعلن أن السياسة الأمريكية هي دعم الطموحات الديمقراطية للشعب السودان وعملية الانتقال السياسي التي ينجم عنها حكومة مدنية تكون تحاسب ديمقراطيا وتحترم حقوق الإنسان. هذا القانون يتحرك إلى الأمام، وكما قلت يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبالتالي هناك تركيز واضح في الولايات المتحدة على استئناف الانتقال المدني. سيد مبارك، ألا تعتقد أن تمسك المؤسسة العسكرية بالحكم يخل باتفاق المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين؟ لا أرى ذلك، وإنما أرى أنه يعني الفترة الانتقالية كما موضح في الوثيقة الدستورية في 2019 كانت أقرت بشراكة ما بين المدنيين والعسكريين، وهذه الشراكة محكومة بالقوانين ومحكومة بالمواعيد. والآن هذه الشراكة الأولى فضت بعد عامين في 25 أكتوبر، والآن يعني بشكل يعني دستوري دخل الأخ رئيس الوزراء أو دخل رئيس الوزراء كمؤسسة في جزء من مؤسسات الانتقال. في الوثيقة الأولى ما كان رئيس الوزراء موجود، وإنما كان المؤسسة يختار رئيسها لحرية التغيير. الآن هو طرف أو المؤسسة طرف رئيس الوزراء والمجلس السيادي، وكذلك القوى السياسية أو القوى المختلفة السياسية والمجتمعية. طيب الآن لدينا أطراف متعددة لديها مصلحة بدل طرفين ثنائيين. الآن لدينا أطراف متعددة تدير المرحلة الانتقالية، وأنا أرى أنه هذا النموذج أفضل لأنه يضمن يعني توسيع لقاعدة المشاركة السياسية والاجتماعية. وضحت الفكرة. يعني ضيفاي الكريمان ابقوا معي سياسي. ابقوا معي، دعونا نستمع أو نسمع ما قاله المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في مقابلة خاصة مع الحرة حول آخر الأحداث في السودان. كنا على اتصال مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وما زلنا حتى الآن، وهو يشعر بالإحباط مع محاولته التحرك إلى الأمام في العديد من المبادرات والالتزامات للترويج لمرحلة انتقالية تؤدي للوصول لحكومة مدنية في السودان. في الواقع حمدوك هو لاعب مهم جدا، وهو يمثل الجانب المدني في ترتيب عملية الانتقال، لكن المسألة لا تتعلق بحمدوك وحده، فهناك أيضا دور يجب أن تلعبه ويمكن أن تلعبه القوى المدنية في عملية التأثير في عملية الانتقال. واجبات ومسؤوليات تقع على الجانب المدني، مثل تأسيس مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية، وهذه الأمور التي يجب أن تسير قدما تؤدي إلى حدوث إحباط لدى حمدوك في الوقت الحالي. طيب، بما أننا نتحدث عن المسار الديمقراطي، دعونا نرى كيف عبر المسار الديمقراطي في 3 أعوام الماضية. في الواقع بدأ المسار عندما انطلقت المظاهرات في 19 ديسمبر من العام 2018 على أثر ارتفاع الأسعار والمطالبة بالديمقراطية وبحكومة مدنية. بعد أشهر قليلة وفي 11 أبريل من عام 2019 تمكنت المظاهرات من إسقاط نظام البشير وتسلم الجيش زمام الأمور. لكن المظاهرات المطالبة بحكم مدني استمرت، وفي 3 يونيو 2019
قتل نحو 250 متظاهر وعدد من المفقودين في محاولة لقمع الاحتجاجات التي وصلت لمقر قيادة الجيش وعرفت بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة. في 17 يوليو 2019 توصلت المعارضة والجيش إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمرحلة انتقالية تمتد 3 سنوات، وأنشئ على أثرها مجلس سيادة للمرحلة الانتقالية. في 3 أكتوبر من عام 2020 وقعت الحكومة اتفاقا تاريخيا للسلام في جوبا مع المجموعات المتمردة والحركات السياسية للحد من نزاعات استمرت 17 عام. في 14 ديسمبر أعادت الولايات المتحدة السودان إلى المجتمع الدولي بعد شطبه من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد 2 من الموافقة على السلام مع إسرائيل. في 8 فبراير من هذه السنة توصل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك إلى تشكيل حكومة جديدة جمعت أطيافا سياسية عدة. ثم انهار كل ذلك في 25 أكتوبر عندما وضع الجيش يده على السلطة واعتقل مسؤولين سياسيين وحكوميين بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبعد 1 شهر على الاعتقال واستمرار المظاهرات والضغوط الدولية تم الإفراج عن المعتقلين والاتفاق بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك على تشكيل حكومة تكنوقراطية. سؤالي لك سيد أردول، لماذا برأيك تأخر تشكيل هذه الحكومة لحد هذا الوقت؟ كان يجب أن تشكل أو يعني يتفق المكونات الحكم المختلفة، مجلس السيادة ومجلس الوزراء والقوى السياسية والمجتمع الأخرى، على ميثاق سياسي وفق الاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة. بعد هذا الميثاق السياسي تشكل آليات لتشكيل الحكومة أو للتوافق لاختيار الحكومة التكنوقراط أو للتشاور بغض النظر عن المسمى، وبعدها تعلن الحكومة. ولكن الإجراءات تم باطئت نتيجة يعني ما كان في آلية واضحة لصياغة هذا الميثاق. ولكن في هذه في الثلاث أيام السابقة بدأت الخطوات مسرعة نحو إكمال الميثاق السياسي في مجموعة الحرية والتغيير، جماعة الميثاق التي أنتمي إليها. انتهينا من ميثاق وتم يعني التوافق حوله من كل المكونات، والآن تجرى مناقشات مع المكونات الحكم المختلفة للحذف والإضافة والتعديل والموافقة. إذا تم التوافق في أقرب وقت سوف يوقع عليه، وسوف الناس تنطلق الخطوة إلى الأمام لتشكيل مؤسسات الحكم المختلفة من مجلس وزراء ومجلس تشريعي. يعني هذه المسألة الديمقراطية واستقرار السودان. يعني هل أنتم سيد مبارك يعني على استعداد أو مصلحة للجلوس مع قوى الحرية والتغيير والوصول لحل؟ أي جهة نحن على استعداد للجلوس معها؟ نحن لا، نحن القاعدة التي كنا ننطلق منها كنا نقول أننا نريد يعني توسيع قاعدة المشاركة. نحن لسنا إقصائيين، لا نريد إقصاء أي جهة من المشهد السياسي، وإنما نريد أن يكون الجميع موجودين على الطاولة ويتناقشوا. هذه المسألة الحكومات الانتقالية حكومات مبنية على التوافق وليس على الانتخاب أو الحق المطلق. سيد تيموثي، إلى أي نموذج برأيك سيؤول الوضع إليه في السودان؟ هل الحالة المصرية أو هل التي تعيشها سوريا حاليا؟ أعتقد أن السودان هو مكانه الخاص، مكان فريد. وكما تعرفين أنا أمضيت سنوات في الخرطوم وعدت إلى استفتاء الانفصال كمراقب، وأعتقد أن الشعب السوداني أولا لديه توقعات وأمال تحدثتم عنها في بداية البرنامج، ثانيا كيف أن هناك مشكلة عدم ثقة الآن بين الجيش وبين السياسيين وبين الشارع والسياسيين وأيضا فيما بين السياسيين أنفسهم. وهذا ليس ضروري فقط، وإنما ممكن للسودانيين أن يلتئموا سويا وأن يحلوا هذه القضايا في فترة قصيرة. هذا جزء من شخصية الشعب السوداني. سأستمر معكما سيد تيموثي وسيد مبارك في هذا الحوار، لكن دعونا نأخذ فاصل قصير. إلى أين يتجه السودان في المرحلة المقبلة؟
مرحب بكم من جديد. إلى أين يتجه السودان في المرحلة المقبلة وفي ظل فراغ سياسي وعدم القدرة على تشكيل حكومة تكنوقراطية موعودة؟ وما هي الصورة التي سيستقر عليها المشهد السياسي المقبل؟ أبدأ معك سيد تيموثي، لماذا برأيك ترفض القوى السياسية حكومة تكنوقراطية قد تزيل أو قد تنزع فتيل الفتنة في الوقت الحالي؟ أولا أنا لا أعرف، دعوني أكون أمينا معكم، لا أعرف، ولكن أستطيع التكهن، والتكهن هو أن رئيس الوزراء لم يكن قادرا على جعل الجيش يقبل اختياراته، وربما بعض الرموز السياسية أيضا غير مستعدة للانضمام إلى موقف فيه الشعب يشك في نوايا الجيش ويخشى أن رئيس الوزراء اتخذ القرار الخاطئ. أنا أستطيع التكهن على هذه الأسس. سيد مبارك، في بداية الفترة الانتقالية كانت الحكومة تكنوقراطية، ثم استبدلها رئيس الوزراء حمدوك بوزراء من أعضاء قوى الحرية والتغيير. لماذا تعتقد أن حكومة تكنوقراطية قد تنجح الآن؟ وهل ستوافقوا عليها أنتم كمان في الميثاق الوطني؟ والله شوف، البصيغة الدستورية عندما وقعنا عليها في 2019 كان الأصل أنه تشكل حكومة تكنوقراط غير حزبية، وتم تعديل هذه البصيغة الدستورية عندما وقعت اتفاقية جوبا، وغيرتها قوى الحرية التغيير نفسها، يعني ليس رئيس الوزراء، إنما قوى الحرية التغيير نفسها هي من غيرت الوثيقة الدستورية وحذفت مسألة حكومة التكنوقراط المستقلة وجعلت يعني حكومة كفاءات، فقط كانت حكومة كفاءات مستقلة، حذفت كلمة مستقلة وتركتها حكومة كفاءات، وبالتالي أصبح الطريق ممهدا لقوى الحرية التغيير لتسمي كفاءات من حزبية. ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة لم يكن طرف هو في اختيار الوزراء وغيرهم، خاصة بعد هذا التعديل، وكان كل هذا الحق متروك لقوى الحرية والتغيير. الآن يعني حتى ولو لم تكن هنالك قرارات في 25 أكتوبر، كنا نحن محتاجين لثقة كقوى سياسية، وسيما أن هذه الحكومة سوف تكون الحكومة التي تنظم وتشرف على عملية الانتخابات. سوف نحتاج لحكومة مستقلة بقدر الإمكان حتى لا تتأثر أو تؤثر على سير الانتخابات وعملية التصويت. الآن نحن في حوجماسة لحكومة مستقلة حتى نضمن أن لا هنالك ميول لأي من القوى السياسية أو ميول من الحكومة لصالح أي من القوى السياسية، خاصة في نهاية تيموثي. وسيد مبارك، ابقوا معي، دعونا نستمع إلى ما رصدته كاميرا بين نيلين في جولة ميدانية مع مجموعة من قوى المجتمع المدني حول رؤيتهم للمرحلة المقبلة، فلنستمع. أنا أعتقد أن هذه أزمة كبيرة وهي تحدد مستقبل السودان برمته، وأعتقد جازما أن الأزمة نشأت بسبب عدم وجود صغة بين الطرف المدني والمكون العسكري. فالآن كما ترى دعوات لمليونيات والحياة شبه متوقفة، الاقتصاد ربما في طريقه إلى أن يصبح مثل اقتصاد البشير في أيامه الأخيرة. فهذه أزمة كبيرة وستظهر على حقيقتها في الأيام القادمة أو أيام القليلة القادمة. الصراع محتدم جدا بين الطرفين، لا أعتقد أن هنالك حلول تلوح في الأفق، لأن الشارع، سقف الشارع ارتفع جدا، وصار سقف الشارع يتحدث عن استبعاد تام للعسكريين من الساحة السياسية في السودان. لكي يتم تجاوز هذه الأزمة لا بد من التركيز على أجندة المستقبل، الدستور والانتخابات. هذا لن يتأتى إلا بالاستجابة لمطالب الشارع في حدود المعقول، وهذا لن يتأتى إلا بتوحيد موقف المكون المدني بمختلف أطرافه. يعني من الواضح أن المجتمع المدني منقسم أيضا حول المسؤولية السياسية بين المكونين المدني والعسكري، ما رأيك سيد تيموثي؟ لا أعتقد أن هناك أي شك في أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن
كيف يحكم السودان في المستقبل، كيف نختبر هذه الآراء. هذا يأتي عن طريق التوجه إلى الانتخابات ونرى من يفوز ومن يضع السياسات الوطنية. والجيش هو جزء من السودان، وهذا الجيش عليه أن يتوصل إلى صفقة مع المدنيين السياسيين ومن أجل تحريك البلاد إلى الأمام في ظل سيطرة مدنية. سيد مبارك، ماذا لو تمسك الشارع بشعار لا تفاوض لا شراكة لا شرعية؟ ما تبعاته على المشهد السياسي برأيك؟ والله أقول لك هذا شعار عدمي لا يوفر أي حلول، وهو جزء من الشارع، ليس كل الشارع. هنالك شارع يرى مصلحة الاستقرار للمرحلة الانتقالية، هنالك شارع يرى ضرورة دعم الحكومة الانتقالية ودعم المجلسي السيادة والوزراء وتشكيل البرلمان وتوسيع قاعدة المشاركة وصولا للانتخابات. يعني شوارع كبيرة في الخرطوم وشوارع متعددة. ابقوا معي، لكن دعونا معا نرى كيف تفاعل السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يجري الآن في الساحة السياسية. لنبدأ من فيسبوك. قالت شمائل النور: حتى بعد مرور أكثر من عامين على الثورة، لا القوى السياسية التي كانت حاضرة في الشارع قادرة على قراءة الشارع بدقة، ولا القوى العسكرية قادرة، ولا الفلول. الشارع قال كلمته والحق أحق أن يتبع. محمد الأصباط كتب: بعد 17 نوفمبر فرض المشهد السياسي واقعا يتطلب ترتيبات دستورية تتجاوز الوثيقة الدستورية، بما يعيد هندسة المسرح السياسي بصيغ تجعل من الجيش خارج الإدارة التنفيذية. مصعب أيضا على تويتر يقول: أي شخص يرغب في التحول الديمقراطي وهو طالع لكده يبقى لزاما عليه يحترم المختلف عنه سياسيا، فالديمقراطية من شروط تحقيقها قبول الآخر، الحوار هو الوسيلة الأفضل لحل الاختلافات، أما غير ذلك فإنت بتصنع وتشجع في سلطوية نارها في النهاية بتحرق صانعة. أبو ليم بدوره يغرد ويقول: بالصراحة واختصار شديد، لو طلعت مليار مليونية ما عندها حكومة جاهزة مستقلة ومعروفة للشعب السوداني ووضحت للشعب السوداني رؤية شنو في الاقتصاد والسياسة والأمن والاجتماع، أعرف إنه دي قربة مكدودة واستهلاك للجهد ووراها عمل استقطاب آخر غير الذي نرى. الشعارات لو بتشبع كان أكلنا مما نزرع. وقتنا شارف على الانتهاء. سيد مبارك وسيد تيموثي، أنا حبد بك. أنت سيد مبارك، من يقود الشارع اليوم في رأيك؟ والله كما قلت لك في البداية أن الشوارع متعددة، وكل قوة تحاول أن يعني تستعطف الشارع بالشعارات التي تحملها دوما. يعني القوى الموجودة في المعارضة تستطيع أن يعني تحشد أكبر عدد بشعارات يعني أحيانا تكون غير منطقية، مثل شعار لا تفاوض ولا حوار ولا مسامحة، هذا شعار غير منطقي وغير عدمه، وإنما يقود إلى المجهول، وحتى أصحابه ليست لديهم إجابة يعني يجيبون علينا ماذا يريدون إذا كانوا لا يريدون كل هذا. أما الآن يعني هنالك يعني عدد كبير من المواطنين يرون إن يمكن البناء على هذا الاتفاق الذي وقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، ويمكن الذهاب به قدما إلى الأمام، وإنما يعني هذه ترتيبات ضرورية، وهذه المسألة تحتاج إلى يعني تنازل بعض الشيء من كل الأطراف السودانية. سيد تيموثي، وباختصار، هل تتخوف من الفراغ السياسي الحالي في السودان؟ أعتقد أن ما أود أن أراه هو صفقة بين الجيش والمدنيين. أيضا من الضروري أن رئيس الوزراء حمدوك أن ينظر إليه على أنه له دور مستقل وليس تابع في هذه العملية. سيد مبارك، هل لديكم رؤية واضحة لإدارة السودان في الفترة القادمة؟ والله نحن يعني نقدم مقترحات، والمقترحات يعني ليست بالضرورة أن تكون نهائية، وإنما نطمح لفتح المجال حولها للمناقشة وللإضافة وللحذف. المقترحات الآن المقدمة في الميثاق السياسي، نحن نريد استقرار في العلاقة شراكة ما بين مكونات الحكم، نحن نريد إكمال اتفاقية السلام وتنفيذ هذه الاتفاقية المواقع في جوبا،
نحن نريد أيضا يعني ترتيب جدي لعملية الانتخابات، وكذلك نريد يعني إكمال مؤسسات الحكم خاصة المجلس التشريعي، ونريد تقدم يعني حقيقي في العلاقات الخارجية، وكذلك إصلاح للاقتصاد ومعالجة قضايا الإنتاج في البلاد، ويعني معالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجه اقتصادنا الذي وجه بالعزلة في الفترات الماضية. هذه كل اللي تتمثل في خطوط عريضة وبرنامج شامل الحكومة الانتقالية. شكرا لكما ضيفي الكرام، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، والسفير الأمريكي السابق في السودان تيموثي كارني. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين ولمتابعتكم. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم على عناويننا الظاهرة أمامكم في أسفل الشاشة، وألقاكم في حلقة أخرى. وحتى ذلك الوقت أستودعكم في حفظ الله ورعايته.